السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لايف جديد مكتب طوب ارتيكل بالجمله. واليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم مجموعه من الادوات والمنظمات كما وعدناكم المستورده من كوكب الصين العجيب بجوده ممتازه ان شاء الله. اللي دخل لايف ان شاء الله يتفرج فيه من الاول حتى الاخر، لان كاين منتجات مميزه ان شاء الله، منظمات وادوات منزليه. الا انت يا مهتم بالادوات النيش ديال الادوات المنزليه او المنظمات، فاليوم عندك الفرصه بمكتب طوب ارتيكل بالجمله. غادي نريكومونديو ليك وغادي نوجهوك لمجموعه من الادوات والمنظمات بجوده ممتازه جدا باش تكسب رضا وثقه الزبون ديالك على المدى الطويل. بحكم التجربه ديالنا لمده ازيد من 20 سنه، قررنا اننا نفتحوا مكتب طوب ارتيكل بالجمله باش اللي كيسول على الجمله. بزاف ديال الناس كانوا كيجيو عندنا بغينا هاد المنتجات بالجمله، اليوم الحمد لله كاينه الفرصه، تحت الفرصه بفضل من عند الله سبحانه وتعالى، اننا حلينا بضرب عمر. يعني غادي تجي غتلقى منتجات، غتلقى نصائح توجيهات، غتلقى سلعه اللي مختاره بعنايه. يعني ما كنجيبوش اي منتج، ما كنشريوش اي منتجات، ما كنستوردوش اي منتجات، كتستوردوا منتجات اللي فعلا عندها واحد لا كاليتي. اول حاجه لاننا حنا كنبيعوها في المحلات ديالنا ديال التقسيط، كنعرفوا المستهلك او الكونسوماتور فينا اشنو باغي، وبالتالي يعني كنجيبوا ليه منتج اللي غتلبي الاحتياج ديالو ولا غيكون راضي على هذيك الجوده ديالو. داكشي علاش كنرشحوا ليك الا بغيتي تتقدى بالجمله فما عليك الا مكتب طوب ارتيكل بالجمله، زنقه محمد سميحه، درب عمر، الدار البيضاء. حنا جينا في العماره اللي فيها المدرسه ديال نوبل للمعلوميات، وان شاء الله نخلي لكم اللوكاليزاسيون باش تجيو مباشره المحل. اول حاجه غادي نعرفكم بفريق العمل اللي معنا في مكتب طوب ارتيكل بالجمله. سي ايوب جار، مرحبا، من الناس الاساسيين في طوب ارتيكل بالجمله. كاين معنا ايضا السي رشيد، مرحبا، هو من الناس الاساسيين في طوب ارتيكل بالجمله، الله يكبر بك. كاين السي يوسف، سي مصطفى طبيعه الحال حتى هو معنا، ونوريكم باقي اعضاء الفريق ان شاء الله باش تاخذوا فكره على كاع الناس. سي ايوب القدميري من الناس الاساسيين طوب ارتيكل بالجمله، والسي يوسف من طبيعه الحال حتى هو من الناس الاساسيين ديال طوب ارتيكل بالجمله، ومعكم انا امين من فريق العمل طوب ارتيكل. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم مجموعه من الادوات والاواني المنزليه، يعني منظمات ماشي اواني، منظمات ومنتجات اللي هي لها واحد الاقبال كبير، عليها طلب كبير من عند السيدات بحكم التجربه ديالنا، وفي نفس الوقت الجوده اللهم بارك. غادي نشارك معكم جميع التفاصيل، ولا بغيتي تعرف معلومات كثيره على السلعه كيفاش كنستوردوها من الصين والاجواء اللي كاينه تما، او ما تتحش لك الفرصه بانك تمشي للصين وتشوف الاجواء كيفاش دايره تما بالنسبه للسوق، اكبر سوق جمله في العالم، الاجواء اللي كاينه هنا تماك، التقاليد ديال الصينيين، الشوارع ديالهم كيفاش داير، الثقافه ديالهم كيفاش دايره، فما عليك الا تتبع معنا بالصفحه ديالنا سواء على الانستغرام او اليوتيوب او تيك توك او فيسبوك، طوب ارتيكل بالجمله. نبداو ان شاء الله على بركه الله. اللي دخل هذا اللايف او كتعرف شي واحد اللي عزيز عليه هاد المنظمات والادوات المنزليه الجديده في السوق اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي بحال علي اكسبريس، علي بابا، شين، المواقع الكبيره، وعنده مشكل في الديوانه او عنده مشكل يعني كي كوموندي حاجه وكتوصلوا حاجه اخرى، فاليوم عندك الفرصه بمكتب طوب ارتيكل بالجمله، غتلقى منتجات روعه اللهم بارك وبجوده ممتازه من طبيعه الحال. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد الجفاف العجيب، شوف معايا اللهم بارك لا كاليتي. سي ايوب حلينا شي واحد عافاك باش نشوفوا يعني الجفاف كيفاش داير. من بين المنظفات اللي تبارك الله زوينه والكاليتي ديالها ممتازه جدا، انا غادي نوريكم باش نحل لكم السلعه خطوه بخطوه. السلعه يلاه دخلات، نتوما الاولين اول لايف غادي يكون على المباشر، يعني غادي تشوفوا معنا المنتجات اللي كنستوردوا بجوده ممتازه اللهم بارك. شوف معايا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره تبارك الله ما شاء الله. الا كتقلب على يعني ادوات التنظيف بجوده ممتازه ما عليك الا بمكتب طوب ارتيكل بالجمله. شوف معايا اللهم بارك، غادي نبارطاجي معكم كاع المنتجات. شوف غير لومبالاج كي دايرين ليه، كيفاش خادمينو الكليان، فاش كيشوف عندك لومبالاج نقي وكيشوف يعني الديكور كيفاش مصايب، الديزاين ديال لومبالاج
راه اوتوماتيكمون تعطي قيمه للمنتج ديالك. ولا حليتي المنتج راه كيبان لك عاوتاني عنده واحد القيمه مضافه. اللهم بارك. هادو ميكروفيبر يعني كيصلحوا جميع الارضيات، الباركيج، اللي جيرفليكس، لاي حاجه. وايضا تيجي معاه جوج. وحتى هنايا شوف معايا، اللهم بارك، ديري لي هاد البياس، هاد الحديده هادي، شوف معايا تبارك الله ما شاء الله زوينه. وعندها ايضا واحد الراكيطه، ها هي هاد الراكيطه هادي باش كتكرط بها. وما بغيتيش كاع تكرط، راه هذا كافي تبارك الله، ستيل زوين لتنظيف الارضيات بطريقه سهله وبسيطه والوصول لاماكن صعبه. وكيجي معاه هاد الروبيني من جوج جويه باش كتخوي هذاك الماء ومسخ. يعني تبارك الله ما شاء الله منتج يعني زوين، وصراحه الكاليتي ديالو ممتازه. اللهم بارك. ندوزو لمنتجات اخرين ان شاء الله باش تاخذوا معنا واحد الجوله على المنتجات، كاع المنتجات اللي كاينين. المضربه سائقه للناموس والحشرات فيها اربعه ديال لي كاليتي، كنجيبو جوج ديال لي كاليتي اللي عارفينهم انهم مزيانين وجربناهم بحكم التجربه ديالنا. الفواحه المبرده اللي كتخرج خمسه ديال لي بور وفيها الالوان، بغيتي تبروغراميها كتبروغراميها، بغيتي دير فيها الماء والثلج هنايا راه كدير الماء والثلج كتخرج لك البرد بارد. اللهم بارك. حتى هي متوفره بثلاثه او اربعه ديال الالوان. ندوزو نديرو واحد الجوله ان شاء الله خفيفه ظريفه باش نشوفو كاع المنتجات اللي كاينين. اللهم بارك. اللي دخل هاد اللايف يكتب لينا اللهم بارك ان شاء الله باش يبارك لينا الله ويبارك لكم في التجاره ديالكم. واللي عجبته شي حاجه وبغى يتقدى هاد المنتجات، او يعني يلاه بغيتي تحل واحد المحل ديال الاواني المنزليه، او كدير التجاره الالكترونيه وعندك موقع وكتقلب على يعني منتجات بجوده ممتازه، فاليوم كنرشحوا ليك مكتب طوب ارتكل الجمله، استيراد احدث الادوات والمنظمات المنزليه جديده في السوق. كاين صاشيات ديال التخزين، شوف معايا اللهم بارك، 80 على 120 وكاين 80 على 60 صاشيات ديال التخزين. هاد الصاشيات لاش كيصلحوا؟ كيوفروا لينا المساحه داخل لي بلاكار والخزائن، المانط، الحوايج ديال البرد، اي ملابس غليظه شاده لينا ليسباس في وسط لي بلاكار باش نوفروا المساحه، او ما بقاش الوقت ديالها دابا يعني نستعملوها حتى البرد الجاي، كتشد لينا ليسباس. السيدات كيبغيو يجمعوا هذوك الفاطي ديالهم، كيبغيو يجمعوا المانات، الكوفرلي، التريكوات، الجواكت، كلهم باش يقلصوا المساحه داخل البلاكار ويستخدموا البلاكار الحويجات اللي موسميه. تما متوفرين مكتب طوب ارتيكل بالجمله. عندنا ايضا هاد لي رونجمون ديال الثلاجه، شوف معايا اللهم بارك، لي رونجمون بجوده ممتازه يعني تبارك الله ما شاء الله. ندوزو فيه عجاله باش نشوفوا اهم المنتوجات اللي كاينين. العبار 60 على 80 منظمات ديال الثلاجه، يلاه جات اللهم بارك، منظمات ديال الثلاجه بالترقيم، يعني كدير هذاك يعني الاكل اللي بغيتي وكتبروغراميه على حساب الشهر فين دخلتيه او المده اللي غيخسر فيها. وبالتالي يعني منظمه ديال الثلاجه بالترقيم، ايطونش كيتسدو مزيان، ايرميتيك ما كيبردوش داك الشيء اللي غدير لداخل، وميم طون فيهم الشبكه ديالهم، فيهم ثلاثه الالوان، فيهم هذا اللون هذا، فيهم الاخضر وفيهم الصفر، وكاين ايضا الموديل الكبير اللي هو هذا. شوف معايا اللهم بارك، محكمات الاغلاق، شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله واللي غادي تنال الاعجاب ديالكم. كاين قرعيه الزيت المعفره المعروفه بجوده ممتازه، كاين فيمي بسيليكون لتحت باش تلا تحطات مثلا ولا تضربات مع الارض ما كتهرس ما والو، كاين فيها هذا اللون هذا وفيها هذا اللون هذا. وكاين ايضا هذه ديال القطع عود، هذه القطع عود المعروفه ها هي متوفره الان مكتب طوب ارتيكل بالجمله. يعني كاع المنتجات اللي كتشوفوا راه متوفرين الان مكتب طوب ارتيكل الجمله، وكاين بزاف ديال المنتجات اللهم بارك. حنا غادي ندوزو معاكم خطوه بخطوه باش تشوفوا كاع المنتجات اللي كاينين وتاخذوا فكره على المنتجات اللي متوفره حاليا مكتب طوب ارتيكل بالجمله. كاين ايضا هذا الميزان، هذا الكتريك سكيل، الكترونيك سكيل اللي كيعبر به، كيعربوا به الناس شنط السفر بالنسبه للناس كيبغيو يسافروا، كيبغيو يعرفوا هذاك الشنطه ديال السفر او هذيك الباليزه شحال فيها القياس، شحال فيها العبار عفوا، وباش ما يوقعش لهم مشكل فاش كيكونوا مسافرين. يعني كتعبر به اي حاجه ماشي غير شنط السفر، اي حاجه بغيتي تعبرها في الدار كيعبر لك الى غايه تقريبا 50 كيلو. يعني تبارك الله ما شاء الله زوين. وكاين هذا فيه المترو، هذا زيد فيه المترو، كتقدر تعبر
هذيك الشنطه ديالك شحال فيها القياس، او بغيتي تستعمل المترو في شي بلاصه اخرى، بجوجهم متوفرين ماكسيموم 50 كيلو. كاين هذا الموديل هذا ما فيهش المترو، وكاين هذا الموديل هذا فيه المترو. شوف معايا الله مبارك، يعني منتجات كتسهل الحياة، ومنتجات ومنظمات أدوات منزلية جديدة في السوق كتشوفوها غير في المواقع الكبيرة ديال الصينيين. اليوم مكتب طوب أختيكل بالجملة وفر لكم كاع المنتجات. مصابيح مستشعرة للحركة، فين كدار هذه؟ كدار في الأماكن المظلمة باش كتعطي الضوء في وسط لي بلاكار، داخل لي بلاكار والخزائن. يعني كاينفو كتحل البلاكار كتشعل الضوء باش كضوي لك، او كيديروها تحت الناموسيه الناس اللي كيبغيو ينوضوا بزاف بالليل ولا شي حاجه. يعني هذه كتضوي لهم الطريق باش كيمشيو في هذاك الطريق باريحيه. كاين هذا الموديل هذا فيه ثلاثه البولات، وكاين ديال ربعه البولات. ها هو متوفر الان مكتب طب اختيكل بالجمله، يعني اللهم بارك. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاثمنه، اثمنه ما يمكنش انا نبارطاجيهم مباشره ديال الجمله، لان كيوقع فيهم مشاكل. داكشي علاش كنحاولوا ما امكن، يعني اللي بغى اللي انتريسي بشي حاجه يسكريني ويصيفط لينا، وحنا ان شاء الله غادي نجاوبوا على جميع التساؤلات ديالكم وطبيعه الحال الاستفسارات ديالكم. واللي بغى يجي للمحل فالف مليون مرحبا، يجي يشرفنا، يدير دويره، يشوف المنتجات عن قرب باش يعرف اشنو تيشري. سينو يعني اللي ديجا كيتعامل معنا راه كيصيفط لينا غير الصور، كنجمعوا ليه لا كوموند وكنصيفطوا ليه. الرماس ديال المعالق تبارك الله بجوده ممتازه. الناس اللي كيسولوا على الرماس ديال المعالق، الا عندك كليان نقي كيقلب على الجوده، فاليوم عندك كما قلت لك الفرصه بمكتب طوب اختيكل بالجمله. منتجات ومنظمات عمليه لتنظيم وترتيب البيت بطريقه سهله وبسيطه من طبيعه الحال. القراعي ديال العطريه اللي فيها 9 بياسات بالمعالق ديالهم، ما فيهاش شي حاجه فيها الحديد، كلها عود وبلاستيك، كلها عود وبلاستيك. غنوريكم من واحد الموديل باش تشوفوا. شوف معايا اللهم بارك، شوف معايا، كلها عود وفيها الزاج والبلاستيك. هذا ما يصديش نهائيا، موديل زوين صراحه من شركه لاكوسينا تبارك الله ما شاء الله زوين. وكاين هذا الموديل الكلاسيكي العادي. الفرافر تما راه متوفرين مكتب طوب اختيكل، صغار كبار متوسطين. منظمات ديال الثلاجه شوف معايا اللهم بارك، منظمات وادوات منزليه جديده في السوق. لا كتقلب على الجديد، مكتب طوب اختيكل بالجمله وفر لك، غتستافد من الخبره ديالنا، غتستافد من التجربه ديالنا، غتلقى جميع المنتجات الرابحه في بلاصه وحده. يعني غتجي غتقدى وانت يا مرتاح، غتلقى كلشي بلاصه وحده، حسن من غتقدى من هنا ومن هنا ومن هنا، وتبقى تجمع السلعه، وغادي توفر عليك الوقت، توفر عليك الجهد. وحنا غادي نروكومونديو لك السلعه اللي خدامه، وطبيعه الحال كاع المنتجات اللي غتلقى هنايا كلها خدامه ما شاء الله بحكم التجربه ديالنا. ومطبيعه الحال غادي تلقى كلشي مجموع في بلاصه وحده، وجوده اللهم بارك، ومنتجات عمليه ماشي غير ادوات منزليه وصافي واواني منزليه وصافي اللي كلشي دايرها. لا، سلعه قليله في السوق غتلقاها غير عند العشاقه. الا عندك كليان نقي فمرحبا بك مكتب طوب اختيكل بالجمله. كاين ايضا الشباكي ديال الالومنيوم اللي ما كيسديوش نهائيا، فيهم هذا الموديل هذا الجديد ها هو، وكاين ايضا هذا الموديل هذا، شوف معايا اللهم بارك، هذا الموديل هذا، وكاين هذا ديال ثلاثه طبقات وجوج طبقات، تا هو راه متوفر الان مكتب طوب اختيكل بالجمله بجوده ممتازه. وما نساوش عندنا هذا الموديل هذا اللي كيجي فوق لافابو، الاكثر مبيعا في السوق اللي هو هذا. وحنا كنعطيوكم عاوتاني هذا، جبنا لكم هذا اللي فوق لافابو ولكن الومنيوم، هذا حديد. اللي كيبغي مثلا غير حديد ها هو، واللي كيبغي الومنيوم بجوده ممتازه ها هو، حتى هو كاين. التيو ديال الماء اللي بالاباري ديالو اللي كتجمع تاورا متوفر بمكتب طوب اختيكل بالجمله. عندنا مانع تسرب الحشرات والغبار والاطربه داخل البيت، ماشي الموديل العادي. جبد لينا خويا هذه شي وحده نشوفوها باش نوريو الناس المتتبعين ديالنا والزبناء ديالنا، تا هما نوريوهم الكاليتي باش يكونوا تا هما عارفين ان هذا الشيء راه تنختاروه بعنايه. شوف معايا بعدا، اول حاجه كتير انتباه ديالك هو لومبالاج. يعني لقيتي بحال هاد لومبالاج، هاد لومبالاج خذو بعينك مغمضين، ما كيجمعش الحشرات، ما كيتقطعش دغيا، ستيل ديالو زوين، كاليتي مزيان. الى يعني الناس اللي عندك نقيين وباغين كاليتي ممتازه ما عليك الا بهاد المنتجات هادو. شوف معايا اللهم بارك، فيه تقريبا ربعه الالوان. كاين هاد المارون هذا،
وكاين هاد القرونه هذا ها هو وكاين القري وكاين ايضا الكحل. يعني كوليا كتجي فيها 12 انت اختار اللي بغيتي. انت بغيتي 4 4 بغيتي 3 3 بغيتي كوليا مسدوده احنا فاتحين الباب لكاع الزبناء ديالنا اللي بغاو يتقداو مرحبا بهم ان شاء الله. تكون ان شاء الله فرصه لكم باش تاخذوا الجديد وتاخذوا ثمن زوين. كاين الترموسات مستشعره لحراره السائل، كاين في اللي بغيتي دير شي حاجه بارده كتبقى بارده، شدير شي حاجه سخونه كدير سخونه، وهذا راه جربناه كيشد اكثر من 9 سوايع ديال السخونيه. الا كيسولوك الكليان ديالك على ترموس كيشد سخونيه مزيان، هذا راه جربناه اكثر من 9 سوايع. يعني درتي حاجه بارده تبقى بارده، درتي سخونه. بالنسبه للناس كيمشيو للخدمه، كاين اللي كيدير الدراسه، كاين اللي كيدير الغابه البحر لاي بلاصه، يعني تبارك الله ما شاء الله زوين وجوده ممتازه. وكيجي معاه هذا الكروشي هذا، شوف معايا لومبراج اللهم بارك، ليلوج ديال السيليكون الغنيين عن التعريف، منظمات ديال ورق المطبخ، بورت بابي المينيوم السلوفان بابي ابسوربون في هذا الموديل هذا، وكلهم فيهم اثمنه واعره. الاثمنه راه جد مناسبه، انا ما كنركزوش على الاثمنه، كنركزو على الجوده اللهم بارك. والثمن راه ثمن جد مناسب بالنسبه للناس اللي بغاو يتقداو الكميات الكبيره او الصغيره او المتوسطه، فمرحبا بهم مكتب طوب ارتيكل في الجبله. كاين ايضا لي لانش بوكس، هاما شوف معايا لانش بوكس اينوكس من الداخل 304 جوده اللهم بارك، شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله وارميتيك كتسد مزيان، فيها الجلده ديالها فيها ثلاثه ولا اربعه الالوان. كتجيب هذا اللون، كتجيب هذا اللون هذا بحال الكوراي او السومو، وكتجيب هذا اللون بيستاج واللون الكري، يعني ما شاء الله. اين ايضا هاد الجفيف هادو اللي كيابسوربيو الماء، جفاف كيابسوربي الماء من شركه نيكو بجوده ممتازه اللهم بارك، في الحجم الصغير والحجم الكبير. كاين ايضا هذه ماكينه الصابون بليابل باش كتسبن الملابس الخفيفه والمتوسطه الفوط سرابت، راه تبارك الله دايره ضجه وبجوده حتى هي ممتازه اللهم بارك. شوف معايا، شوف شوف معايا تبارك الله ما شاء الله، شوف معايا شوف 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 تبارك الله الروعه الروعه بمكتب طوب ارتيكل بالجمله. يعني منتجات اللهم بارك، شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله واعره، وكتنظم بها الكوزينه ديالك او المطبخ ديالك، والسيدات كيعجبهم هاد التويشيات هادو، خصوصا خصوصا الا جبتي ليهم شي حاجه زوينه ديال تحميره الوجه. يشري عندك مره ويعاود يشري عندك جوج وثلاثه وربعه وخمسه، وبقى دائما كليان في ديال على طول العام، ويجيب لك البوشه او غاي يجيب لك ناس اخرين، لان لقى عندك الجوده ولقى عندك منتجات اللي صراحه في المستوى تبارك الله ما شاء الله. كاين واحد التنوع، كاين الطابيات اللي كيشربوا الماء حتى هما راهم متوفرين، يعني اوفال فيهم ثلاثه ولا اربعه الالوان. كاين علاقات اللي تيجيو فوق الباب حتى هما راهم متوفرين مكتب طوب ارتيكل في الجمله. لي كاد ديال السيليكون كاين تبارك الله لو شوا، مساحه الدجاج ديال دو فاس اللي كتمسح لينا الدجاج من دو فاس من هذا الفاس وهذاك الفاس الاخر بطريقه سهله وعمليه، وفيها اربعه ديال الانواع، كاين هاد الصفراء وكاين هاد الحمراء وكاين هادي اللي كتشد في الدجاج غليظ من 15 ل 26 مليم، وكاين هادي 0310 حتى هي تبارك الله كبيره وكتمسح الدجاج واخا يكون كبير. وكاين عجلات ديال الاله التصبين والثلاجه جوج ديال الانواع، كاين النوع الاول كلهم 6 ترويض، هادي 6 ترويض وهادي 6 ترويض، غير الفرق ما بيناتهم في الجوده. اللي بغى يعرف مازال من المعلومات يتواصل معنا ان شاء الله وغيلقى كاع المعلومات اللي بغى. وتبارك الله ما شاء الله راه كاين لو شوا، حنا يلاه كنحطوا السلعه ان شاء الله غادي نصوروا معاكم يعني بزاف ديال المنتجات. الا كيعجبك بحال هاد المنتجات وعجباتك طريقه الشرح او بغيتي تاخذ فكره على المنتجات اللي عندنا، ما عليك الا تدير ابوني وتدخل لاباج ديالنا او اليوتيوب تيك توك فيسبوك انستغرام وتشوف الجديد وتبع لينا وتخلي لينا لي كومونتير ديالك على يعني كيفاش جاتك هاد المنتجات هادو، وتخلي لنا الراي ديالك على طريقه الشرح واش مناسبه لكم ولا لا. ان شاء الله نتلاقاو في اللايف الجاي، كاين منتجات جديده حنا لقيتونا يلاه تنحطوا السلعه، غير نستفوا السلعه مزيان ان شاء الله ونعاودوا نصوروا لكم لايف. نتسناونا اللايف الجاي ان شاء الله مكتب طوب ارتيكل في الجمله. كان معكم امين فريق عمل طوب ارتيكل، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.